السلام عليكم، كيف راكم الاخوان؟ كل شيء بخير، اتمنى كان تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد واكسسوار جديد اللي هو الاوبتيك ديال الجولف 6 اللي فيها اوبتيكات عادي، الضوء ديالهم عادي اللي هو راك بالي غير بولا بيضاء عادية ناربة وبولا صفراء في الفار مشتو عاديين، ربط لهم شي حاجة محسن. تسمعوا ان شاء الله حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا لي زوبتيك اللي راكم جداد. هنا غادي نحلو الفيس ديال الباشوك ديالنا شوية من الجنب، نحاولو الباشوك شوية عليه باش متهزش فيه حتى شي حاجة. نتمنو يكونو على حسب الدم ديالكم ويعجبكم هاد الفيديو هذا اللي غندير لكم اليوم ان شاء الله جديد. ولا تعطلت عليكم شويه سمحوا لي، راه بينا خدمات هنايا كانت لا بونفير دخلت شي سلعه جديده نقدو فيها نوريوها لكم ان شاء الله في الفيديوهات الاخرى اللي جايين. كاين الجديد، تسمو ديما الجديد. وهنا غنحلو الكالندر ديالنا بشويه باش ميتهرش، أو نشيلو الباش شوية من هنايا ونحلو ليه البيسات من تلاتة باش نهبطو واحد شوية باش يجينا ساهل باش نحيدو لو زوبتيك ديالنا لي فضو. نخليكم حتى نحلو هاد البيسات هادو ونرجع. نرجعو نعطيو هنايا الفيسات هادو ديال لوبتيك، ندورو بهاد الفيسات. عندو واحد الفيس لي قليل لي تيعرفو تما كيبقى يجر في البرابور، كيسحب شي نيف شادو شي أكراف ولا شي حاجة كيبقى يجر حتى كيهرس هداك النيف وكيولي لوبتيك ديالنا منضويش ضو مقاد، تيبقى ديما عوج وما كيطيحش لينا مزيان. هذا البيس الثاني، وكاين واحد من جهة الموتور وكاين واحد من جهة الباشوك بالجنب، هذوك هو اللي كينساو الأغلبية ديال الناس. الوان تاعو هو اللي متبانش هنايا، هذا هو المشكل ديال الحنفية. متعرفوش هاد البيس كاين هنايا و تيتهرس ليهم هداك الماء، بقاو يجرو حتى كيتهرس، نجرو لوبتيك ديالنا واحد شوية خرجوه هاد الضو حتى كيخرج، نحيدو ليه الخرج ديال الضو ديالو و نحيدوه في مرة. و لا عجبكم هاد الفيديو هذا متنساوش الاشتراك في القناة اللي مازال مشتركش، واللي مشتركين مينساوش جيم شي كومنتار زوين يخلو لنا باش يشجعونا ويخلونا نكبرو هاد القناة وديما تشوفو الجديد وتعلمو معنا المونتاج والديمونتاج. هنا كنحاول نحيد الفيش ديال الضو ديالنا بشوية، عندو واحد الأطراف كتكون شادة الخيط، هدا هي اللولة وهنا غنحيدو الفيش، عندو واحد الميف هنايا خصنا نحاول نهزو بشوية باش ميتهرش ويولي يطيح لنا الفيش من بلاصتو. هنا لوبتيك جديد نحلوه باش نركبو فيه نقزينو في الكود والفار اللي هما بولا حدا تقدر تعطينا الكود والفار فيها الكزينو والبيكزينو. هنا هنا كاين جولي في هاد الكوفيرة المغلقة فيها الجوليات ديال الليل اللي كاينين
نورتيك ديال السينيال ديال الفيوز. هنا يكون الفجور اللي تيكون من عندهم تيجي فيه من عندهم مصعود نعطي هنا البولة ديال الزينة تنرطبوها ونتبدأ بلاصتها ونشدوها بالفيكساسيون ديالها مزيان ومن بعد ندير ليها الروبي ديالها ونحاولو يلقينا كيفاش نديرو من أحسن نخشيو الروبي بالداخل في البراغور باش يتفاداو الروبي ميقيسو بها من حتى حاجة ويبقى نقي ويبقى مزيان وميكتروش الخيوطة من ورا لوبتيك ديالنا وكيبان لينا داكشي مخبي الخيط بزاف وداكشي متيعجبش الناس كنحاولو نديرو هاد الخدمة نقية وزوينة وكتحافظ لينا على الروبي ديالنا. نحاول نحطها هنا فشي بلايص اللي هي قادة مزيانة نسدو ليه الورقة ديالو نديرو ليه بيسات ديالو لوبتيك ديالنا كامل قادي غير يركب ونصوره ليكم ها هو راكب نشوف فرق كبير ما بين الاول والثاني. قبل كنت مشتو هنا الضوء صفر هنا دابا ليد نيو فيه ضوء زوين وديكور زوين هنا السينيور تيكليسي فيه ليد نيو تيكليسي هنا الكود وفي نفس الوقت فيه الفار هنا الفار إلا ما كنتيش شاعل الكود تضرب بلاص بجوج. هنا ركبنا لوبتيك الثاني وكالوندر جي تي اي وهنا هي لي كاتر سينيال كيف شتو كيعطي ديكور زوين طوموبيل كتولي زوينة من القدام والضو ضو مجهد كيضو مزيان بالليل. وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اكسسوار جديد وان شاء الله ما تنساوش لايك وكومنتير وشكرا لكم اللي تفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخر. باي باي.